تطرد تسجيلات الهلال، وحتى الآن الهلال لم يعلن بصفة رسمية التسجيلات بصفة رسمية. نعم، إلى الآن احنا الحارس إليزر إليزر ده تقريبا خلاص انه موضوعه شبه انتهى مع الهلال. طبعا حارس مرمى بدرو الإغواري، تحدثت عن برضه من شرق غرب عفوا غرب افريقيا. اللاعب عندك المحترف الثاني فيكتور نانكي 24 عام، المدافع بيترو اتلتيكو الانغولي شفناه في البطولات. والهلال محتاج، يمكن تكلمنا عن دفاع الهلال كابتن باويجر، حوجه اذا كان المريخ حوجته في خط الهجوم، حوجه كبيره للهلال في خط الدفاع. نعم، ويكفيك انه الهلال في المنتخب التشكيله الاخيره ما في ولا مدافع عند برهان تيفا. انا تحدثت عن الكلام ده، حتى يرينجا اللي كان واحد من العناصر المهمه في المنتخب الان هو بعيد بالاصابات كمان بعرض زياده يرينجا. فالهلال يعني بشوف تسجيلاته زي ما ذكرنا مركز على غرب افريقيا، برضو عندك الانغولي برضو انغولا مطوره برضو، يعني اقول لك قريب من غرب افريقيا كما ذكرنا قبل شويه. عندك ابراهيم وعمال ميزه كويسه في التسجيلات، كمان اعماره ما كبيره، اعماره صغيره. عندك امور ابراهيم ظهير ايسر، والاحتلال الهلال زي ما ذكرت محتال المدافعين ده غانا شانتي كوتوكو غانا، وطبعا الفرق الاشانتي يمكن يكون اكثر فريق في غانا، امس فريق يمكن يكون فريق رقم واحد في غانا، بالاضافه الى الاسك سبورت العادي برضه يمكن رقم واحد هو كما سجل منه كولوس سينغوني 27 عام. يعني هو متوسط دائما لعيبه الوسط بيكون محتاج للخبرات، مثلا اعمار 27 25 لفوق ما زي المهاجمين المتابعين، برضه ميزه كويسه. وبرضه من اسك العاج، اسك معروف، اسك العاج يمكن يكون افضل فريق في ساحل العاج على سنين طويله. عندك مكابي ليوبو 25 عام، جناح ايسر في تكروبا الكنغولي، وفعلا احنا كان عندنا الهلال عنده مشاكل في الجناح الايسر، مشاكل كبيره، حتى كان مرات بيضطر لعيب يولف ناس بعض اللعيبه. عندك لامين ده احسن من انا غايته من افضل التسجيلات، 19 عام صغير، جناح ايمن صغير، شاب صغير عمره 19 سنه، انا افتكر حيدي كثير للهلال. لكن انا بشوف الدفاع الهلال لسه كان محتاج، لكن ممكن انا ما اعرف البانجا وحصل ليش، يعني ما هو سلمان بانجا ما اعرف هو موجود سلمان بانجا موجود. نعم. موجود.